مستمرين يا أصدقاء في كالكولس 1 ونتحدث عن x squared minus 16 over x plus 4 وطبعا راح يصير في عندي simplification راح يصير في عندي factorization x minus 4 then x plus 4 divided by x plus 4 هذا كله dx راح نعمل elimination وتبقى عندي x minus 4 وعندي هون dx ثم هذا الباور 1 راح نجري الانتجريشن بنزيد 1 بصير 2 وبهذا الفراغ 1 over 2 وال 4 constant بصير 4x ونضيفه c ونقول انتهت المسألة وابقى معنا حتى أيضا نحل هالمسألة هاي في الفيديو التالي وشكرا.